النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. بحضور سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، تم الإعلان عن استعداد مملكة البحرين لتنظيم المؤتمر العالمي للاستثمار الملائكي لعام 2024، والذي تمثله المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال في البحرين. ومن المقرر عقد المؤتمر في الفترة من 19 إلى 20 من شهر نوفمبر 2024، وسيدور موضوع المنتدى حول تعبئة النظم الإيكولوجية لريادة الأعمال والابتكار من أجل الشمول المالي، مما يعكس التفاني في الاستفادة من آخر التطورات المتعلقة بالنمو الاقتصادي، كما يتماشى هذا الموضوع مع الرؤية الأوسع للمنطقة، مع التركيز على دور الشركات الناشئة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. من جانبها، أكدت السيدة فريال عبد الله ناس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال ورئيسة مكتب منتدى الاستثمار العالمي في مملكة البحرين، أنه سيتم تسليط الضوء في المنتدى على التزام البحرين الإقليمي بالشمول المالي، مؤكدة على أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة. وقال بيبرس التونتس، الرئيس التنفيذي للمنتدى العالمي للاستثمار الملائكي، إن البحرين بموقعها الفريد في منطقة الخليج تقف كموقع مثالي لتعزيز الروابط بين القادة العالميين في أسواق الأسهم ورأس المال في المراحل المبكرة وما بعدها. كشف عدد من المسؤولين عن تفاصيل الاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش اجتماعات الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، كما أكدوا على أهمية هذه الشراكة بالنسبة للدول الأعضاء فيها. اللي وقعنا الاتفاقية مذكرة التفاهم مع شركة الفوسفيت في الأردن يعني مهمة، هي تتعلق بمواد الفلورايد، أحد المواد اللي نستوردها الآن في صناعة الألمنيوم من أوروبا. فهناك في مجال أن احنا نستوردها من المملكة الهاشمية الأردنية، يعني المذكرة تمثل تقريبا حجم الاستيراد يكون تقريبا 20 مليون دولار، 33 ألف طن. فيتخيل لي فرصة أن نستبدل استيراد من أوروبا إلى استيراد من دولة عربية شقيقة، فيعني هذه بداية المباحثات، وإن شاء الله يكون توقيع العقد في المستقبل القريب. اتفاقية استراتيجية ما بين شركة المناصير وشركة دبليو موتورز اللي هي منشأها بالإمارات العربية المتحدة، هم عندهم النو هاو والإكسبرتيز، وإحنا عندنا كبلاتفورمز الإنفراستراكشر، فزي ما بتقولي إحنا زي أداة لتمكين هاي الصناعة إنها تصير في الأردن، وهذه راح توفر فرص عمل، والموقع الاستراتيجي اللي هو اللي موجود في الأردن بحفزنا أن نكون من الرائدين بهذه الصناعة. شركة دبليو موتورز طبعا زي ما أنتم عارفين كانت أول شركة إماراتية صنعت سيارات، ننتج سيارات من في الإمارات من 2012، وإن شاء الله يعني مع شراكتنا مع شركة نيوتن حبينا أن احنا نطور صناعة السيارات في المنطقة ونعمل سكيل ونكبر، وإن شاء الله كمان مع اتفاقية المناصير هتكون اتفاقية استراتيجية لصناعة السيارات في الأردن، صناعة السيارات الكهربائية. هنبدأ بالمرحلة الأولى إن شاء الله، ومتفائلين جدا للمرحلة الجاية إنه إحنا نكون إن شاء الله نكبر ونبدع في صناعة السيارات الكهربائية في العالم العربي بالشراكة بين دبليو موتورز ونيوتن ومجموعة المناصير. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. وللحديث حول الأسواق المالية العالمية، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من إمارة دبي السيد مازن سلهب، كبير استراتيجي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي دي سويس. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية، وبداية أستاذ، كيف تؤثر التقلبات الاقتصادية على الأسواق المالية في بداية العام الجديد 2024؟ من الواضح أن مؤشرات الأسهم العالمية التي حققت أداء ممتازا في 2023 ربما لم تكن التوقعات كذلك مع بداية العام الماضي، من الواضح أنها لم
أو تحاول في الوقت الحالي نرى أن هناك نوع من الخوف في الوقت الحالي حقيقة. ويبدو أن توقعات البنك الدولي للاقتصاد العالمي تلقي بظلالها في الوقت الراهن وفي الأسابيع الأخيرة على تداولات الأسواق المالية. من الصعب أن تكون أسعار الفائدة وتراجع أسعار الفائدة في العام المتوقع في العام الحالي، من الصعب أن تكون لوحدها كافية في رفع المؤشرات، لأن رفع الفائدة الذي حدث في العام الماضي لم يؤثر، وبالتالي تخفيض الفائدة في الوقت الحالي قد يكون نتيجة لتراجع الاقتصاد، وهذا قد لا يكون مجديا لمؤشرات الأسهم في المرحلة الحالية. ولكن أعتقد بأنه ربما لن نرى مخاطر كبيرة في النصف الأول من هذا العام، على اعتبار أن الفائدة لن يبدأ تخفيضها في المرحلة الحالية. المخاطر الحالية بالوقت الأساسي مرتبطة ربما بالتحديات الجيوسياسية، وبالمخاطر التي قد تبدأ الأسواق بقراءتها في النصف الثاني المرتبطة خاصة بالانتخابات الأمريكية الرئاسية. نعم أستاذ مازن، فيما يخص التطورات التكنولوجية كيف تؤثر على فعالية الأسواق المالية؟ أنا أعتقد بأن المكاسب القياسية في مؤشر ناسداك وفي الكثير من المؤشرات أو الأسهم التكنولوجية لن تتوقف في المرحلة الحالية. هناك مشكلة حقيقية في مؤشر ناسداك، أن هذا النمو القوي والارتفاع القياسي بأكثر من 50% في 2023 كان مدعوما بعدة أسهم فقط، لم ترتفع كل الشركات، وهذا أعتقد سلاح ذو حدين. بمعنى نعم هناك اتجاه عام في التكنولوجيا سوف يستمر في الأعوام القادمة، ولكن هذا التوجه قد يكون محصورا بعدة شركات، وهذا يحمل مخاطر عالية. لا نريد للدوت كوم بابل كما قلنا سابقا في عام 2000 أن تعود لتتكرر مرة أخرى، خاصة مع ارتفاعات قياسية في أسهم انفيديا على سبيل المثال. من الواضح أن اتجاه التكنولوجيا سوف يبقى مستمرا. أعتقد في النصف الأول قد نرى استفادة من هذا الاتجاه، وإذا تم تخفيض الفائدة دون حدوث تراجع قياسي في الاقتصاد الأمريكي عموما سوف نرى مزيدا من المكاسب في مؤشر ناسداك وفي أسهم قطاع التكنولوجيا، التي أعتقد أنها سوف تكون عملية انتقائية أكثر من كونها شراء في المؤشرات. بالتأكيد السيد مازن سلهب كبير استراتيجي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي دي سويس، كنت معنا من إمارة دبي، شكرا جزيلا لك.